المتسابق محمد أحمد فتح الله سليم من مصر ورقمه 25. المتسابق محمد أحمد فتح الله سليم ورقمه 25. محمد أحمد فتح الله سليم. 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 أهل بلد. مصر يا مولانا. تحيا مصر. رقم مجموعة الأسئلة هو 12. رقم الطالب 25. رقم الطالب يا مولانا 25. مجموعة الأسئلة 12. افتح لكم سؤال. لا 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 نعم. بسم الله. برواية الدوري عن الكسائي اقرأ قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجير ذي القربى والجير الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. حسبك. برواية السوسي عن أبي عمرو اقرأ قول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حسبك. السؤال الثالث برواية خلف عن حمزة بالشك شك كامل يعني. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جيء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ولا يلتفت منكم أحد إذا وقفت عليه
نقل. الشيخ بيقول قاعد الوقف. هو يريد ان يسمع الوقف ام الوصل؟ لا بالوقف. وقفت كيف يعني؟ عاوز طالما سكتت يعني لازم تقل. لما سكتت في الوصل لابد ان تسكت او تنقل. وهنا ما فيش نقل. ما فيش نقل. نعم. ليس فيه السكت. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. حسبك بارك الله فيك. حسبك. برواية ورش عن نافع اقرأ قول الله تعالى. أي سؤال هذا اللي جاي؟ سؤال الرابع. برواية ورش عن نافع اقرأ قول الله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض ثم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين. آخر سؤال. السؤال الخامس عشان على المعامل. سلته من الأولين وسلته من برواية هشام عن ابن عامر. نعم. وأصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب عفوا قراءة هشام هشام عن ابن عامر ولو وقفتها أصحاب الشمال لأن آية عنده أنا بتذكر كويش. بس كويش. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وقل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن فتح الله عليك الله يكرمك سيدي أول سؤال من الأسئلة في الدليل على قراءتك لدور الكسائي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فما دليلك من الشاطبي وفتح سكون البخل والضم شملة بس ناقش شوي وفتح سكون البخل والضم شملة هو ذكر الدليل لكن ناقش فكر وقول بسرعة سكون البخل وفتح سكون البخل والضم شملة وفين سورة الحديد نعم لا البيت مش كذا البيت ايش هو لفتح سكون البخل والضم شملة ها ومع الحديد فتح تكون البخل والضم شملله نعم يا سيدي والضم شملله نعم طيب خلاص السؤال الثاني هذا هو انت كان بيقرا في ايه ان لمنجور مثلا ايه شرب عن حمزه ان لمنجور ان انا عاوز الشرب وانضم شرب في ندى الصفوي وانضم شرب في ندى الصفوي انضم شرب بقى مش شرب نعم شرب في ندى الصفوي بارك الله فيك يا شيخ الله يكرمك جزاك الله خير يا شيخ محمد تعرف الإذاعة المصرية نعم صح ايوه نعم ما شاء الله لك تعرفه لا انا صوته بيقول كده حمد. بارك الله فيك يا سيدي ما عرفتوش ولا عمري شفته الله يكرمك شويه بس ان شاء الله عظيم وش عظيم واضح انه ده شهاده نعتز بها استاذنا بارك الله فيك الله يعزك المتسابق محمد عطية عليوة